سبحان الله، ما فينا نشوف هيك منظر وما نقول سبحان الله. السير قوي اليوم عرفت؟ ايه، مع انه الدنيا صباح. الله يسعد لي صباحكم حبايب قلبي، ويسعد لي مساكم اذا كنتوا عم تحضرونا بالليل. هيك منظر البحر مخيلي يعني، طقس اكثر من رائع. نحن هلا على راس الجبل، شايفين الجبل اللي قدامنا؟ يعني هيك شيء تقريبا، نازلين لتحت على الساحل. صفينا هون حد البحر، كنا هونيك على راس الجبل. منظر البحر ما احلى. هيك ملاحظة ليلى، أول مرة بنشوف هالشط. عن جد الحجار مبين. منسوب المي كثير نازل. صحيح. تعال ننزل تحت. يلا والله بدت مشية. يلا. الله، احلى تمشيه هلا على قدام البحر عند هالصبح. هي هيدي يطلع لنا شيء تسونامي فجاه. لا تخيل يا لطيف. ليكي ليلى، ليكي هذا ما كان مبين ابدا، هذا كان تحت البحر. ليكي كيف العالم تتسبح هون هون. ايه كيف يتسبحوا هالحجارات هيك؟ ليكي المي لهون وصلت. طلعي لوين؟ هون. تخيلي كثير كثير نزل البحر. هذا كله كان بحر. ليكو البحر قد ايه راجع؟ ليك العالم، حتى العالم ليكي كيف مستغربين وعم بيصوروا. ايه اول مره بتصير. مستغربين الناس واقفين عم بيصوروا البحر. خير ان شاء الله. الله اعلم من اثر الزلزال هذا اللي صار بتركيا وسوريا. الله يستر، الله يرحمنا برحمته. فايتين فايتين على البحر نحن على الاخر. كيف بدنا نقطع هون هلا؟ شو هيدي؟ شو هيدا؟ فزعتني، فكرتها شي دوده، ما بعرف شو هي. لا بلا فعليا دوده. ايه يا لطيف، ما بعرف كائن حي، ما بعرف شو هي. يا لطيف، من البحر يعني؟ ايه ايه لطيف، ما بعرف شو هي. يا لطيف، هلا كيف بدنا نقطع؟ لك على فكرة تعال من هون. ممكن نلاقي سمك هلا هون بالدار. يكونوا سمك بين هول الحجارات. هلا نحن عم نمشي. نحن كيف بيقولوا يا هادي؟ يي هادي، هي وحده ثانيه مثلها. ليك هي هي شو هي؟ ما بعرف، ما بقى حركها باجرك. انا بخاف. نعم نعم، من الحيوانات البحريه. شو هي؟ حركها حركها تحرك. ليك يا ربي دخيلك. لا 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 لا، بعد هيدي بعد. الله يستر، لسه شو حنلاقي. بنوصل لهونيك للاخر، لاخر حجاره مبينه. روح يلا يلا تعال، هاي فرصه تنفوت بالبحر بدون ما نطلع معك. ايه عن جد لفرجيهم طولي بالنسبة لطولك. هيدي وقف حدي. ايه وقف حدي. يلا هون شايفين؟ لا لا لا، وقف مزبوط. ليك هو مقصر حاله. وقف وقف يا هيدي، وقف. شايفين شايفين طولي بالنسبة لهيدي؟ يا ويلي عليك هالقعد. لا ما... لا لا، انت واقف على حجارة، ماني لهالدرجة قصيرة، منيح طولي انا. يلا بيشي. اسمع، لا عن جد بدي فرجيهم الطول المزبوط. وقف مزبوط. اوكي منيح هيك. شايفين هيك؟ يا ويلي، شايفين قد قد ايه في فرق بالطول؟ ما لها علاقة. والله هي أول مرة أنا بفوت على هيدي المنطقة. على فكرة هيدي خلاني انتبه على هالشغلة إنه منسوب البحر نازل. صراحة أنا ما يعني بالعادة بيكون في كم حجرة هيك مبينين هون بهيدي المنطقة، فما أخذت وعطيت. بس هيدي قال لي إنه ليك قد لهونيك صاير البحر راجع. عسى يكون خير. ليك يا هيدي، هي كمان من هاي الأشياء اللي عم نلاقيها الكائنات البحرية. إيه وهي كمان. والله ما بعرف، تعال حركها بإجرك هاي. هلا بيقولوا لي ما بتحركي أنت، أنا بسترجي. عن جد اللي بيعرف من ال حركها حركها حركها. هيدي مش بإيدك، بحياة الله مش بإيدك. بيعرف المتابعين يخبرنا شو هيدا. شو هي يا عمي؟ لا شي كتير ما بعرف.
هي شوي ما بعرف برمى برملة ظهرها تتحرك بدي شوية سبحان الله شوي أوليك ما بعرف لا خلص تركها تركها يلا تعال تعال أنا بقول له تركها أنا اللي بقربه عليها وبقول له حرك ليها وبرجع بقول له تركها كان بدها فنجان قهوة هون يا جماعة شو هيدي؟ وين؟ لك هدي لك 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 كيف بيستلمني هذا حياة الله هذا كائن حي رماه هون كائن حي زبطه هي هي سنارة صيد فيها فيها حبلة قولي ايه في شوكة قولي ما في شوكة ما بعرف يلا تعا لسه شو حنلاقي ما حدا بيعرف ليكو قربنا نوصل لنهاية الحجارات يعني أنا قد ما فيني أقرب رح أقرب بدي نقي محل أقدر ملوت حولي مي أقدر نط من حجرة لحجرة ليكو سبحان الله هلا هيك كان قعر البحر على فكرة هيدي بعده تعي هيدي ليه هالقد متأخر شايفين قعر البحر كيف كان مثل هيداك بس هيداك أخضر هيدا لأنه جاف صار هيك طحالب الأوشيب طحالب البحر إيه أو أشمناه أوشيب تعال نروح هلأ كيف بدنا نروح من نط هيك منروح هيك الله يستر الله يستر هيدي الله يستر لهلا يقول له عقله البحر يرجع مثل ما كان انتوا شوفوا قد ايه احنا متاخرين عن الشاطئ الشاطئ هنيك اقولكم منلحق نهرب سبحان الله مبين يا هيدي مبين لك انا شو بعرفني هيدا شو اشياء مثل هي صدف صدف هذا كله صدف هذا بسموه شو بسموه هذا زين محار ايه فرجينا سبحان الله طلع كلها كلها اشياء من البحر هلا هي كائن حي هذا فيها كائن حي سبحان الله ليكو هذا صدف هذا بس ما بينشال يلا عم كزدركن معي شفتوا قد ايه ليلى بتحبكم ما بتكزدر بدونكم متاهة او خريطة مزبوط ايه بتسيبك تفكر منين بدك تنط لك انا هون هلا ضعت لا هيدي الفشخة كبيرة انا علي ما فيني نط لهيدي الفشخة وين بروح انا كبيرة يا هيدي بنسمي بسم الله فيني ولا ما فيني ليكو انا وين لا اكثر من متر متر ونص بسم الله وصلت نطيتها ليكو في مي هون بقلب الجوار شو هاي تقريبا قربنا نوصل لاخر حجارة نازل فيها منسوب المياه شو رايكم ايه هيدي مع الاسف زدتيني كياس هون انا ما بحب هالمنظر ويني في سمك هونك شلوني اتخبى السمك بقلب المي ليكو هون قد في سمك عن جد الصيادين هلا لازم يكيفوا هون الله يبارك على فكره على الكاميرا ما بعرف ليكو هونيك هدول السود هدول النقط السود اذا منتبهين شايفين هوليك فهلا الصيادين الله يبارك شفتهم فرجيتهم اياه بس على فكرة لون البحر كتير حلو قد ايه نحن هلا ابعاد عن الشاطئ عن الشاطئ الفعلي تعالوا افرجيكم نحن قد ايه ابعاد والله بعدنا كتير تفضلي كان منسوب المي اعلى من هون ايه كله كان تحت البحر نحن هنيك عند الرملات لازم هذا كله كان يكون بحر الله يرحمنا برحمته
واللي عم يحضرني هلا عند الصبح يلا استمتعوا بمنظر البحر، انتوا عم تشربوا فنجان القهوه، بتكتبوا لي يا ليلى ونحن بنجهز القهوه وبننطرك. فيلا اليوم شرب القهوه على شط البحر. لا 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 الله حلو العادي هون بالشمسات كتير كتير على شط البحر. مين بحب البحر هيك عن جد؟ سبحان الله، بس الواحد يلحق ويقعد هيك بتحسه بيروح بعالم تاني. لكن ليلى شو هيدا؟ هيدي ما بدي شو هو هيدا اللي هون هيدا هيدي انت ما يعضك ما بعرف شو هو. شو هو شيء يعني بيتحرك؟ ما بعرف سبحان الله كائنات عجيبة غريبة ما بعرف شو هو. فرجيني فرجيني زيح ايدك ما عم بعرف شو هو. اسفنجي هو؟ ما بعرف سبحان الله ما بعرف سبحان الله. عن جد عن جد أول مرة يعني نحن بنكون بأعماق البحر بس نحن قادرين نتنفس. نحن بأعماق البحر على فكرة بس قادرين نتنفس. أنا عن جد قديش وصل الإنسان للمريخ وللقمر ومكتشف وما بعرف شو وبيقولوا لك لسه ما بنعرف شيء عن البحر وعن المحيطات. ما بنعرف إلا جزء بسيط جدا جدا. سبحان الخلاق العظيم. يعني ليكو هل نتفت رجوع البحر قد اكتشفنا كائنات ما كنا شايفينها قبل. صحيح. لكن انا بقول لكم في حوريات بحر كمان؟ ايه هيك قال وحده انا واسقف نفسي انه معقوله عم يسالني اذا في حوريات؟ هذا سؤال بينسال هذا سؤال بينسال. انا قاعده قدامه قدام البحر بيقول لكن مثل ما بيقولوا في حوريات بالجنه كمان في حوريات بالبحر وفي حوريات على الشط. الله يطعمنا الجنه امين يا رب. يعني انا يا هادي لو كنت عارفه حالي رح نيجي لهون. ما كنت عارفه رح نيجي لهون لانه جاي في كم شغله بدي اشتريها من طرابلس. صرت حافظين انه انا ما بحب اجيب اغراضي الا من طرابلس. فقلت هيك انا بحب الفيقه بكير وبحب فيق بكير بننزل الصبح. بس هلا المحلات مسكره. قام قال لي هادي تعي نوقف قدام البحر. انا لو عارفه رح ننزل لهون كنت جبت معي فنجانين قهوه. ما في ولا بيع قهوه؟ في ليلى بس بدنا نطلع على الشط بالقهوه. ما بدي خلص بلاها للقهوه. نتخيل حالنا عم نشرب قهوه. ايه معقول نزلنا على البحر لسه بدنا نرجع نطلع على الشط؟ لا مشينا كثير على فكره ليكو كثير بعيد الشط. مشينا كثير جد. بس قد ايه البحر رايق حدا يقول له عن جد قد ايه البحر رايق. ايه لكن السمك جيعانه بده ياكل. شو بعمل له؟ بده ياكل؟ الله بيعرف رزقتهم لو باعماق البحار. لكن لا حتى شفتي هذا الجوار؟ ايه هذا الجوار اللي هون ايه فيهم سمك. ايه شفت قبل شوي يعني صاروا عباره عن مصيدة طاية وقت اللي كان البحر هذا وعلقوا هون ما عاد فين يطلعوا. تعاود حدي واستمتع بهالمنظر الحلو. هلا قلتك مستمتع انا وياك. يلا قدامنا الشخ. هيدي ليه عطيت ظهرك للبحر؟ لا انا ما بحب اشوف البحر. قاعد بوشي انا قاعد بوش البحر. هيدي قاعد بوشي. ما بدك تشوف البحر؟ بدي اشوف حوريه البحر. اي ميرسي ميرسي خجل. كيف اللي معك ليلى؟ قبل شوي كان عم يسال على الحوريات. كيف اللي معك؟ هيدي بيكسر وبيجبر. كيف اللي معك؟ لا الحمد لله الحمد لله. الله يخليك فوق راسنا. بذكرني بهيدا افلام كرتون عن قرش. عن قرش هذا بيقول البحر كالبر يموج بالاسرار يموج بالخير يموج بالاشرار هيا بنا لنكشف الستار عن قصه الوردي عن قصه الوردي وزميله المهوار شاركي وجون. بعت لك الهنا يا هيدي رجعني كم سنه لورا.
لنرجع. يلا هذا كان من احب الافلام كرتون على قلبي. شارك جورج يعملوا البحث على اليوتيوب كثير حلو. هذا شو هيدي كمان؟ كمان سبحان الله. هذا بيطلع بيقولوا امتى هي هيدي؟ هذا بيطلع بالرعد وما الرعد واللمع. سبحان الله. علي كيفك؟ الحمد لله تمام. كيف صحتك؟ عمر ربنا عليك. بدي تكسر لي جوزي غير شكل. يلا من عيونك. لا لا هداك اسمه زوجي. ما تكسر لها جوزي. جوزي. في زوج وفي جوزي. جوزي بتتاكل. فنان علي فنان. تبارك الرحمن. الله يزيد ويبارك ما شاء الله. على فكرة إجمالاً شو هيدي؟ ما سألته قد إيه الكيلو؟ الكما بعرفه غالي كتير. ما بعرف قد إيه الكيلو اليوم أولك؟ حياتي ماني ضايقه ما بعرف. أنا أكلته مرة أنا وصغيرة ما بقى دقته ما بقى أكلته. فكنت عم أقول يا هيدي قد إيه أهلنا السوريين مزوقين بتصفصف الخضرة. لكن هيدي كيف صفصفوا؟ لكن هيدي أنا رأيي هيدي شغلة ربعانينا يمكن شطورين عم بيخلقوا بيخلقوا هيك مزوقين موضوع محلات الخضرة لأهلنا السوريين عن جد إبداع. ما شاء الله عليك يا علي. سلم دياتك. بدي دائما حظ الحلو بصير أفتح معك. ولك تسلم تسلم والله كلك ذوق يا علي. هسه مالها هسه اول اسم اجى لها اسمه مغيث. علي في كثير متابعين من ادلب بيسلموا عليك راسي بيكتبوا لي بالكومنتات عن جد يعني علي بيستاهل كل خير. علي من ادلب تحيه لكل. نعم تحيه لكل. نعم يعني ضحت عليك يعني. ما شاء الله ما شاء الله الله يسلم. هديت انا بحب الميه اللي فيها. ان شاء الله ما شاء الله مليانه مي. ليكو كتر كتر ما عجبتني ما شاء الله كبيره. عم يبيعوا جوز الهند هالايام كثير صغار يعني اكبر من البيضه. فاسم الله شايفين حجمها لهي. قلت لك كسر لي وحده ثانيه. ليكي كيف هذه هي لك كيف شكلها؟ انا فكرتها مثل من قاره الكوسه. ليكو كيف بتجي مثل لمسان. اها بكسروا فيها جوز الهند. ليكو من امتى قال لي الكستانة بدها تخلص ولسه ما شاء الله الله يبارك لسه في كستانة. البازيلا البازيلا عن جد شكلها هيك جايب الاكياس شكلها بشهي مبينة جاي هلا من الحقلة. هذا محل الخضرة نفسه يلي شو يلي اول ما بتفوتوا من سوق الخضرة من هنيك هو سوق الخضرة الشعبية هيدي تجوا هون بتقرأ عائلتكم اليسار. ما شاء الله لبن العصفور عنده. هلا قولوا له عندك لبن العصفور بيقول لكم ايه. كيف يعني لبن عصفور الله يرضى عليك ابو حبيبي. الكيلو الكيلو من هيدي الكام عم بيقول لي الكيلو بمليون. صار في زعرور يا علي؟ ما شاء الله. هون هيدا زعرور فج. ايوه هيدا حامض اجى. نعم بدنا ندوق البازيلا ليكو. هيدي خبره بالبازيلا. تسلم. انا لا انا بدوق معه حبه. سلم دياتك يا علي كلك ذوق. لا هيدي هذا حلو. هذا شو عرفك؟ هرهرنا. قطر جيب كيسي هيدي جيب كيس نتسلق فيه. هذا بناكله نينح والله ما شاء الله تقيل. بس هيك منو منو لسه اخذ حقها؟ منو مقطفينه قبل اوانه ضيعانه لسه بده كان وقت لحتى هيكو. علي بيروح بيجي بيأشر لجوزي. يا علي ما بناكل بلا غسيل يا علي. هذا رومانتين. سلم دياتك. هيكو عجبني السفرجة. السفرجة اللي عنده غير شكل. جاي عبالي كبة سفرجلية تحية لأهلنا بحلب. فعم فكر أعمل كبة سفرجلية فحاخد شي كيلين. لك الصندوق لفت نظري يا علي. نعم الصندوق مثل الصندوق اللي بيستعملوه أهلنا بمصر. هو مصري. نعم أماني. نعم هو هذا مصري. حتى تعرف قديش عندي ما شاء الله. هذا شو معفن؟ لا لا هي من غضان سحلة إجانا. تلش 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 سحلة إجانا هي بابا. الله يبارك. هذا شنو طيب دوم عليه مريض يعني بيكون بالبراد هيدا؟ نعم طبعا أنه هذي لك هالصندوق. الصندوق بشوفه كتير بفيديوهات مصرية. لك علي بس يخلص الصندوق خبي لي اياه. ماشي من عيوني. تسلم يا رب. هذا علي يعني انا والله ما شاء الله محتاره. اديني شتويه. العنب العنب من اين؟ هاي من البقاع. بس بابا بعد من البقاع؟ نعم. شفتي هيدي هذا عنب بلادنا ما شاء الله. طيب تبارك في الله. في احمر في اسود في بلا بزر.
انا بقول هذا المحل دول الموحمين اللي موحمي صيف شتي بتلاقي هون كل شيء. جرب انا جرب من يومين نفو انا خلصنا الجنارك. ما شاء الله الجنارك؟ نعم خلصنا كان... من يومين خلصنا. ليكو الجنارك ما بيطلع الا بعز ال... لا بالربيعات ما شاء الله. هيدي المرأة اللي بتحافظ عليها شفتيها؟ مظبوط يا هدي. طب نحن بس نحفظ الفواكه بالبراد بنحط تحته ورقه فوق ورقه؟ لا من ورقه عاديه. هي ورقه غاز الى المواد. هي ورقه غاز بتصلق معها من الغاز. سبحان الله. ايوه ما ممتازه بوضع ابدا. عم اقول انه نحن بنحط محارم مطبخ يعني تحت البقدونس فوق البقدونس تحت الفواكه ما بيحافظ كل هالايام ما شاء الله. ليكو حتى ملوخيه بتلاقوا عند علي. ملوخيه من مصر هيدي؟ هي مصريه. نعم لا محظور عليها ما شاء الله. حاخد ثلاث حبات بوم علي. ما شاء الله نقيهم هيك على كيفك يا علي. احلى حبات. تسلم يا رب كلك ذوق. هيك على طول بندق علوش في عندك وحده ولو امرض لو الحبه البوم علي. تسلم يا علي كلك ذوق. 80,000 بدي اخذ رمان والله مودي كثير بحب الرمان يكبر قلبي. هي بندورة شغل وين؟ هي سورية بندورة شغل سورية بانياس. شغل سورية ما شاء الله. شغل بانياس. نعم ليه ما شاء الله ما نجيب الا احنا بضل نحن عنا على الوسطى. لك الله يرزقكم يا علي عن جد انتم يعني بتستاهلوا بتستاهلوا. بانياس يعني الليدقيه يعني طرطوس يعني طرابلس يعني أيوة. يعني صيد هي عرفت الخط مظبوط. يا معلم هذا حبه الليمون صغير طيب. هذا بقول له لعلي يا علي ما بتطعمي جوزي بلا غسيل وعلي مصر. صح الله نادلها حلوه وطيبه. سلم دياتك كيمكوات هذا بياكلوه هيك بيقشروا فحناخد حامض. هاي توصي جبنة هاي توصي يعني الحبة حلوة محوشين لنا. شو كانوا عجبوك يا هيدي؟ يعني هذا بيزا ليلة مو مسوق وقدي الكيلو هيدا؟ هل حقوه 70,000 عطينا عليكم ما شاء الله. بس هلأ حبة حلوة شكله كأنه اصطناعية. هيدا ما في بزر نكمل ناخد منه. عطيني كيلو هيدا بحب محوشين لنا ما بحبوا زري بيناتو أبدا. الله يبارك عجبوك شطيب حلو. Yeah. هي مقشرة جاهزة. هي بطاطية هيدي؟ نعم هي مقشرة جاهزة. هي مقشرة جاهزة. هي منا مقشرة يا علي هي مغسولة يمكن. لا مقشرة هيدي. مقشرة مسلوقة كمان. لا ما هي مسلوقة ابدا. لا لا عن جد مقشرة. هيدي على المطاعم بس طيبة جدا جدا. اها. هي شغل جرد. ما شاء الله. هي جايبين انا مطعم عشق فاس بس تم قفص واحد زاد معانا. قد ايه الكيلو هيدا من اليوم؟ هيدي 20,000 حسب لي. منيحة والله. نعم. يا زلمة والله كأنها مسلوقة. البطاطا العادية ب20 هيديك بتعذب هي ما بتعذب دغري على القلي على المقلى. نعم فيها جزر حشي الا هيدا الجزر لازم تجربيه في مرة شي نهار. ايه عن جد لازم نجرب هذا الجزر. فيها بندورة. دبس البندورة. نعم هذا كمان من عند اهلنا من سوريا. نعم هي طيبة ما شاء الله. شو سعر الاطراميز؟ 200,000. اها مليان هذا قلبه شيء منيح وطيب. شو ريحته معنا هذه؟ اها الله يبارك. بتجوا لتاخذوا غرض بتصيروا تاخذوا كل شيء بتكونوا ما حاطين ببالكم. هذا خاص بالبلد له قلب عليه. في شيء كبير عندك موجود كبير. شو بنشرب هيدي؟ كابوتشينو. كابوتشينو كابوتشينو انا بدي واحد مروح بدي واحد مر واحد بدي انا بدي مر وانت حلو ماشي حالي. الله يرزقهم يا رب. بحب نشتري هيك من الاكشاك هيك نفيدهم احسن ما نفوت كافيتيريا ونقعدوا هيك. هول الاكشاك دايما هيدي بيوقفنا عندهم تنشتري من عندهم القهوه. يسلم كلك ذوق. شو هي؟ هذا مع نسله؟ لا لا انا نسله يلي بايدي انا مره كابوتشينو ما هيك؟ الله يسلم دياتك. ليكو شكلها بتشهي. بهيش الليموني دائما انا بخاف اشرب منها بتذكرني بالمتي يا هيدي بتحرق لي لساني. لا دويني فنجانك؟ نعم انا بطلبها مره. خذها لك خذها لك لندوق قهوتي هيدي. وحياة الله وحياة الله ما بحب القهوة والشاي فيها سكر. مسكة يا هيدي يعني دقت نقطة بس بحب يعني أعمل اختبار. ليش تشربي دايما تبعيتي؟ بحب أعمل اختبار. حتى سندويشتي نعمل لها اختبار. بدك أنت الدشنية بالأول نعمل لها اختبار هيدي. لك حتى تيابي أنا تيابي اللي بدك أنت بالأول لازم تجربيها لازم
هدول اكثر ملوك العالم شهرة كانوا يخلوا مين يدشن لهم الاكل قبل ما ياكلوه، فانت لازم تنبسط. بس بتعرفي شو معناته هذا ليلى؟ شو بيقولوا؟ شو بيقولوا؟ خاصة اذا المرأة بتلبس ثياب زوجها بتقيسهم بتلبسهم عن جد. قال هذا من عاد ما بتكون بتحبه يعني. اكيد اكيد هو ثيابك مريحين اجمالا، هيدي الاشياء اللي بنقيها عن جد مريحة. فبيقولوا لي يا ليلى انت ليش بتشربي القهوة والشاي بلا سكر؟ ومنشوفك احيانا انه بتاكلي حلو، ما عندك مانع بالحلو، ما لها علاقه انه باكل مثلا جاتو باكل، او اذا عملت انا صنف حلو باكل، ما بقلكم لا، انا ما بخبي عليكم. بس القهوه والشاي يا جماعه ما بعرف اذا في حدا مثلي، اكتبوا بالكومنتات لحتى يلي مستغرب يعرف انه لست الوحيده. بحب اشرب المشروبات الساخنه اجمالا، بحبها تكون مره هيك طبعي، بس بالنسبه للحلو لا عادي. انه انا كمان انت المشروبات الساخنه مره، انت اذا بحط لك بالملوخيه سكر ما بتقول لا. يا الله شو بحب الحلو هيدي. لك والله حلو، شو بدك؟ افيون افيون. الله يديم الصحه والعافيه.